الرياح بما لا تشتهي السفن، فما بين تعزير في الصباح ومحاضرات تمتد إلى 6 أو 7 ساعات، وما بين رؤية للنجوم لا يراها سوى الإخوان في الليل. ليس هذا عرضا مسرحيا، ولكنه مزاح أحد الشباب أمام زملائه داخل إحدى معسكرات جماعة الإخوان المسلمين. مزاح يكشف عن وجه مختلف لبعض ممن باتوا يوصفون مؤخرا بشباب الإخوان. هذا المصطلح بدأ يظهر شوية إعلاميا مع 2006 مع بداية حركة التدوين مع أمواج التغيير، فبدأ يتكلم عن الإعلام كان حاجة اسمها شباب إخوان بيطرحوا أجندة التغيير. وما بين بعض الشباب وقيادتهم تنوعت أسباب الخلاف. اختلاف الشباب مع قيادة الإخوان على مختلفين على إيه؟ كان نمرة 1 الأداء السياسي، ونمرة 1 أسف إدارة الجماعة، نمرة 2 الأداء السياسي والاستراتيجية بتاعته كانت عاملة إزاي قبل الثورة، إصلاح ولا تغيير. وقد أوقدت ثورة يناير الخلافات السياسية. الخلاف اللي حصل السياسي اللي حصل بعد الثورة على هو إيه خطنا السياسي؟ خط استقطابي، خط تنظيمي، أهم حاجة الانضباط داخل الحزب، وأهم حاجة الحزب الإسلامي بيور ويصطدم ونزكي الاستقطاب العلماني الإسلامي، ولا هو حزب قريب من الجماعة توافقي. وأدى اختلاف الرؤى إلى خروج البعض من الجماعة بطريقة أو بأخرى. أخذت فرصة لنحدد موقفي وبعد كده استقلت. محمد كان أحد المشاركين في مؤتمر مارس من عام 2011 الذي نظمه بعض الشباب للتقدم بمقترحات للإصلاح والتطوير إلى قيادات الجماعة. تم التحقيق معه وفصله لعدة أسباب أبرزها المشاركة في حملة ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً للجمهورية مخالفة لقرار الجماعة. أنا رأيي أنهم متصقين جداً، القيادة دي متصقة جداً مع الجزء الأكبر من الجماعة. الإخوان بالإجمالي عملوا لي حاجات كويسة كتير قوي، زودوا خبراتي، عرفت حاجات طيبة كتير يعني طويلة جداً، لكن كمشروع سياسي انتهوا مع الصورة بالنسبة لي. ولكن ليس هذا بالضرورة هو رأي كل شباب الجماعة. احنا شهدنا حركين سياسيين وثورة خلال فترة قليلة جدا، وكان أداء شباب الإخوان فيها بصورة كبيرة أداء مشرف وأداء هايل. أنا بعتبر ده نوع من أنواع التنوع في الرؤى، وده حاجة أساسية جدا في مرونة حركة الجماعة وتطورها على مدى الزمن، واحنا بنحترم اختيار الشخص ان هو سواء ان هو يكمل في الجماعه او ان هو يترك الجماعه. اما القياده فقد ارتأت الحفاظ على نظام الجماعه وعدم الخروج عن القواعد، فاعملت اللوائح وتصدت للمخالفين بالتحقيق والفصل.